خلينا، انا قلت لحضراتكم بكره كمان مباراة شديدة الحساسية في وقت أكتر حساسية من المباراة نفسها. ليه؟ لأنه الأجواء كانت مشحونة جدا، وقلت إن جزء من حالة الشحن وحالة العصبية وحالة التحفز اللي كانت موجودة عند الجماهير جزء من أسبابها كان مستوى أداء التحكيم المصري في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي، واللي شافت فيها وتأكدت جماهير النادي الأهلي، جماهير ما بتسكتش. أنا بشوف بعد المباراة على طول، على فكرة مش بس ماتشات النادي الأهلي، لكن كمان في بعض الماتشات للزمالك ولبيراميدز بصفتهم المنافسين المحتملين أو الرئيسيين، أكتر فرقتين ممكن يمثلوا تهديد للنادي الأهلي في مشوار إن شاء الله فوزه بالبطولة هما الفرقتين دول، وبالتالي جماهير النادي الأهلي بتقيم. في لعبات بيحطوها كده، يعني بيقسموا سبليت سكرين كده، بيقسموا الشاشة نصين ويحطوا لعبة نادي الزمالك كده ويحطوا لعبة نادي الأهلي كده. نفس اللعبة اللي هنا بتتحسب ضرب الجزاء، نفس اللعبة من هنا الحكم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. ده بيزود حالة الشحن، وده حق طبيعي للجمهور. الكلب ميكيالين، عدم وجود معايير موحدة بيضايق جماهير النادي الأهلي. ده في نفس الماتش للنادي الأهلي لعبة تتحسب ضرب الجزاء للفريق المنافس، ولعبة هي هي كوبي بيست قص ولازق كربون في نفس المباراة ما بتتحسبش ضرب الجزاء. فبالتالي الجمهور على آخره، والجمهور في مباراة كبيرة زي مباراة الأهلي والزمالك ما أعتقدش بأي حال من الأحوال أنه ممكن يسمح أو يقبل بأي أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجة المباراة. خلينا ناخد الحكم الدولي ناصر عباس. طبعا حكمنا بكرة أمين عمر، نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يكون على قدر المسؤولية، ونتمنى إن شاء الله المباراة من ناحية التحكيمية تاخدنا تروح لمرحلة تانية، نقفل حالة الوش وحالة الصداع. خلينا ناخد رأي حكمنا الدولي ناصر عباس معنا على التليفون. مساء الخير يا كابتن ناصر، وكل سنة وانت طيب. مساء الخير يا كابتن أحمد، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. في البدايه انا بس هاخد من كلام حضرتك نقطتين مهمين. حضرتك يمكن ذكرت نقطتين مهمين جدا. حضرتك اتكلمت في المعيار. أيوه. وده احنا بقى لنا فتره بنتكلم فيه كابتن احمد، معيار احتساب المخالفات الفنيه ومعيار اشهار البطاقات والعقوبات الانضباطيه. تمام يا كابتن ناصر. المعيار ده هو اللي محير الدنيا كلها يا كابتن احمد. محير الدنيا كلها ايه؟ يعني الحكم بيبقى ليه معيار في بعض المباريات احتساب ركلات جزاء، في مباراة أخرى هي نفس الألعاب من نفس النوع ولا تحتسب ركلات جزاء. تمام. واحد، أنا أولا بس بتمنى، أنا نقطتين مهمين، إن طاقم التحكيم ربنا يوفقه بكرة، وأنا يعني لما تيجي تكلمني تقول لي بكرة الطاقم ده محتاج إيه أقول لك لا. قبل معلش يا كابتن ناصر، قبل ما تقول لي، أنا يعني طبعا هتكلم على طاقم التحكيم بكرة وأتمنى إن شاء الله إنه يقدم مباراة كبيرة، بس أنا خليني بس أسألك الأول سؤال، لأنه احنا طول عمرنا بنسمع يا جماعه ما تلوموش الحكم لانه الحكم بياخد جزء قراره في جزء من الثانيه، يا جماعه ما تلوموش الحكم لانه بشر ومن الممكن او من الوارد انه يكون في خطا وبالتالي علينا ان احنا نقبله. ده كنا بنفهمه زمان، لكن كنت اتوقع يا كابتن ناصر انه مع وجود الفار، وجود حكم تاني في غرفه الفار، ان المسؤوليه هنا تبقى اكبر، وانه فكره تلافي الاخطاء تبقى اكتر بكتير. يعني الحكم النهارده عنده واحده من اهم الادوات المساعده اللي تخليه يرجع للعبه ويشوفها مره واثنين وثلاثه واربعه، ومن زاويه واثنين وثلاثه واربعه، ويتاكد ويراجع صحه قراره، ومعاه حكم تاني في مؤهل في غرفه الفار قادر ايضا الحقيقه على استشارته، ورغم كده الاخطاء بتتكرر. ده بالنسبه لي شيء مش مفهوم، وبالنسبه للجمهور شيء مش مقبول الحقيقه. تمام كابتن احمد، واحنا كنا بنتكلم في المعيار ليه؟ احنا قلنا المعيار هناك العاب وحالات واضحه جدا. وبقول الكلام ده حدث بالفعل، على سبيل المثال بتبقى ركله جزاء واضحه جدا. ايوه. الحكم بيبقى ممكن يكون عنده تمركز سيء، وانت حضرتك قلت الفار موجود، وهنا الفار هنا فائده الفار هنا ان هو بيوضح الحكم الحالات الظاهره والواضحه والغائبه عنه، وبالتالي بيستدعي ان هو يجي يشوف في القمر. انا برضك يمكن بسال سؤال ومستغرب شويه، يعني لما يبقى في الحاله بتجي لك وانت بتشوفها كانك حضرتك بتمتحن والامتحان قدامك والاجابه قدامك، بعكس لما كنا بنلعب زمان ما كانش الفار موجود، واحنا كنا احيانا بنقول ان الحكم ما عندوش زاويه، والحكم احيانا بيبقى مش في تمركز صحيح، ولكن النهارده عندنا الفار كابتن احمد، وهي دي المشكله اللي انا بتكلم عليها، بقول المعيار. لان انا من غير المعقول النهارده لما اجيب الحكم في لعبه واضحه جدا في ركله جزاء
لما اجيب الحكم في لعبه من الالعاب اللي هي طبقا للقانون الفرصه المحققه لتسجيل الهدف اللي هي بتبقى مطابقه للمعايير، وانا اتكلمت في المعايير وقلت ان في ماتش غزل المحله هناك حاله محمد شريف عندما انفرد بالمرمى وهناك تم ارتكاب ضده خطا. رجعنا للمعايير اللي احنا دايما بنحفظها للحكام، بنقول لهم في حاله ما يكون فرصه محققه والمعايير موجوده سواء كان الاتجاه العام نمره واحد او سواء كان المسافه ما بين الحدث والمرمى نمره اثنين، نمره ثلاثه لما يكون تمركز المدافعين يعني ما فيش مدافع هيقدر يقابل محمد شريف، نمره اربعه قلنا السيطره وامكانيه السيطره. الاربع عوامل او اربع معايير كانوا موجودين في لعبه محمد شريف احمد ايه، وكان يجب على الحكم هنا حتى لو ما كانش ادى بطاقه حمراء للاعب المدافع كان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله المهمه. ليه؟ لان دي كانت في الدقيقه 46 بدايه الشوط الثاني. لا تفرق كتير جدا لما يبقى في لاعب اتطرد في الدقيقه 46 وفريق بيلعب ب 10 لاعبين. دي حاله من الحالات صدقني وانا بتكلم بامانه مفيش مجامله، هذه حاله محمد شريف في مباراه غزل المحله كان يجب على الفار استدعاء الحكم واشهار البطاقه الحق الحمراء نتيجه الفرصه المحققه لتسجيل الهدف. طيب الحاله الثانيه واحنا قلنا محمد هاني هذه الحاله جزاء المهمه اللي كانت ركله جزاء باعتراف المدير الفني نادي غزل المحله اللي قال انا بعترف ان محمد هاني له ركله جزاء، واتكلمت مع المدافع بتاعي وقلت له ما ترتكبش هذه المخالفه تاني. انا بستغرب، طب انت الفار فين؟ الفار فين ما جابش ليه الحكم في لعبه محمد هاني؟ يعني الحكم هو بما غلط بما مركزه سيء بما كابتن ناصر انك ذكرت لعبه محمد هاني عندنا الفار عشان خاطر يستدعي الحكم في مثل هذه الحالات. عندي ركله جزاء لم تحتسب بنسبه 100% لمحمد هاني، عندي بطاقه حمراء مباشره كان يجب ان هي تشهر في الدقيقه 46 من الشوط الثاني كده. طيب عشان انا معلش انا بعتذر لك، احنا لو اتكلمنا في الحالات احنا محتاجين يوم كامل مش برنامج او حلقه كامله، احنا محتاجين يوم كامل على شاشه النادي الاهلي. بس بمناسبه الشيء بالشيء يذكر يعني لعبه محمد هاني اللي حضرتك بالظبط بتتكلم عليها اللي كان المفترض انها تحسب ضربه جزاء زيها بالظبط، الكوره يعني بالكربون حميد احداد ماتش الزمالك مقاولين نفس اللعبه بالظبط برضه كانت محسوبه ضربه جزاء لنادي الزمالك. لكن ما علينا، انا بس كنت بتكلم على حاله الشحن ما قبل المباراه، وبالتالي كان الله في عون امين عمر. يعني انا مشفق عليه لانه في الطبيعي ماتش الاهلي والزمالك بالنسبه لاي حكم ماتش تقيل، لكن كمان لما احط معاه حاله التوتر اللي حصلت في الفتره الاخيره اعتقد يزيد شويه حجم التوتر عليه، وبالتالي تحب تقول له ايه قبل ماتش بكره؟ عشان انا احمد بيه بتكلم في نقطه مهمه، بتفق معاك تماما ان هذه المباراه عليها ضغوط كبيره جدا جدا على طاقم التحكيم، نمره واحد بسبب نجاح الحكم محمود البنا في المباراه الاولى، نمره اثنين الاحداث اللي حدثت قبل مباراه الاهلي والزمالك، هناك احداث حدثت واخطاء تحكيميه ربما تكون عملت ضغط على حكم المباراه غدا. عشان كده انا قلت لحضرتك ايه؟ هو الحكم بكره محتاج ايه؟ انا بقول من وجهه نظري كحكم وكراجل محاضر بقول ان طاقم التحكيم محتاج الاعداد النفسي وليس الاعداد البدني والفني. هذه المباراه تحتاج اعداد نفسي، الحكم يكون مهيئ نفسيا يتحمل الضغوط، يدير المباراه بدون تعصب، يدير المباراه طبقا للقانون وروح القانون، يدير المباراه طبقا للمعايير الواحده في احتساب المخالفات والاخطاء والعقوبات الانضباطيه. هذا الكلام لن ياتي الا لما يكون الحكم عنده اعداد نفسي على مستوى عالي، وكان ده احنا مش بنقوله جديد ولكن هذا موجود في كل لجان الحكام سواء الاتحادات القاريه او الاتحادات الاهليه، هناك متخصصين في كيفيه اعداد طاقم التحكيم من الناحيه النفسيه، لان هذه المباراه زي ما حضرتك قلت بتحمل ضغوط كبيره جدا جدا نتيجه الاحداث السابقه. صحيح. نتمنى ان يكون امين عمر لم يتاثر باي شيء قبل هذه المباراه، وان هو ينزل يكون على استعداد تام من ان هو يتحمل كل الضغوط واللي يشوفه يحسبه. وفي حاجه جميله جدا بنقول الفار، من فضلك لما يكون الفار موجود ويطلب الحكم لابد انك انت تتحقق تماما وتطلب الزوايا المختلفه اللي من خلالها تقدر تاخد القرار الصحيح، لان ما ينفعش اروح للفار او ثانيتين وارجع اقول يستمر اللعب. مظبوط. انا بشكرك شكرا جزيلا حكمنا الدولي طبعا كابتن ناصر عباس، بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه.